السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف راكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبألف صحة جيدة يا رب، ويلقاكم هذا الفيديو هذا في أحسن الأحوال بإذن الله. المهم اليوم جيتكم بواحد الوصفة، الوصفة مجربة، وصفة رائعة جدا، وصفة مجربة للناس اللي عندهم، سواء الناس الكبار أو الدراري الصغار، الوليدات اللي كيعانيو من التبول الإرادي، وأيضا الحريق البولة بالنسبة للنساء وحتى للرجال. وصفة بمكون او مكونين على حسب اللي بغيتو، اللي درتو فيهم كيعطي واحد المفعول رائع جدا جدا. البصل كيف ما كتشاهدوا بصله يعني متواجده في اي مطبخ وفي اي بيت، كنستعملوها بشكل يومي. البصل عنده بزاف ديال الفوائد على الجسم ديالنا. المهم كتاخذوا هذه البصله، هذه انا غير نقول لكم الطريقه وانتم غتستعملوها، حيت انا دابا ما محتاجاهاش، الطريقه غتكون مفهومه. غتشدوا البصله، غادي تحكوها وغادي تخرجوا الماء ديالها. هذه الطريقه الاولى، غتخرجوا الماء ديالها البنات، ومن بعد غادي ديروا شويه ديال الليمون، تعصروا الليمون، كاين دابا الليمون الحمد لله، المندرين، وغادي يشربوه الوليدات وحتى العيالات. الا بغيتوا تضيفوا معاه معلقه ديال العسل الحر، حتى هي راها زوينه بزاف. الطريقه الثانيه بالنسبه اللي عندهم حريق البوله ايضا وحتى التبول الارادي، غادي تشدوا القشره ديال البصله والطروفه ديال البصله براسهم، غادي تشلضوهم، اسف على هذا الصوت، غادي تشلضوهم وديروهم في الماء مع الخزامه، مع الخزامه في ماء سخون حتى كيدفاو، كنصفيوهم وكنتوضاو بهم، وكنوضاو بهم حتى داك الطفل او ديك الطفله الصغيره اللي عندها التبول الارادي. هادو راهم وصفات زوينين، و زعما كيعطيو واحد النتيجه رائعه، غير مع المده يعني واحد 3 ايام كتبان النتيجه، حيت البصله فيها فوائد زعما عديده جدا. شربوها مع الليمون ليكم ووليداتكم، وايضا توضاو بها كما قلت لكم مع الخزامه، راها تعطي واحد النتيجه روعه.